وزير التربية نتابع. كريم ومبارك، قبل الله صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وبعد. في الحقيقة دعوتكم لهذا اللقاء لأطلعكم على بعض المعلومات وبعض المعطيات الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية بعنوان سنة 2019 والتي نحن على مشارف انتهاء التحضير لها. وأبدأ بالقول بأن الأمور تسير على ما يرام، والتحضير نحن بصدد إنهائه، وكل الإجراءات في كل جوانبها التنظيمية والأمنية أو البيداغوجية تم استكمالها، ونحن اليوم جد متفائلون بهذه الامتحانات التي وبرفقتكم سنمضيها وسنجتازها في ظروف حسنة وجيدة إن شاء الله. وبعد، إذا أقول أننا انتهينا من التحضير، وقد تم التكفل بكل الجوانب، وذلك في من خلال مجلس وزاري مشترك عقد يوم 21 أبريل الفارط، تلاه مجلس وزاري مشترك كذلك نظم يوم 12 من الشهر الحالي، وهي يعني هذ المجلسين الوزاريين المشتركين تم بموجبها إصداء التعليمات من طرف معالي السيد الوزير الأولي لكل الدوائر الوزارية الشريكة معنا في تنظيم هذه الامتحانات، وكذلك لكل الأسلاك الأمنية بمختلف تشكيلاتها، كل فيما يعنيه وكل في اختصاصه، لتضافر جهود الجميع، وكذلك لنقوم كل يقوم بمهامه في تكامل في تناسق وفي تنسيق، لكي يجتاز أبناؤنا وفلاذة أكبادنا هذه الامتحانات في جو مريح ومطمئن وفي سكينة وطمأنينة. إذن اسمحوا لي فقط أن أعطيكم بعض الأرقام، هي أرقام خاصة بهذه الامتحانات. بالنسبة لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، فبلغ، وقد ذكرنا هذا الرقم من قبل، بلغ عدد المترشحين 812655 مترشح، من بينهم 417679 ذكور بنسبة 51.40%، فيما بلغ عدد الإناث في هذا الامتحان 394976 بنت، أي بنسبة 48.60%. وبالرجوع إلى دورة 2018، فهناك إضافة قدرت، يعني هناك زيادة في عدد المترشحين، قدرت ب 14843 مترشح إضافي، أي بنسبة زيادة قدرت ب 1.86%. بالنسبة لذات الامتحان، بلغ عدد مترشحي المدارس الخاصة 9516 مترشح. بالنسبة للمدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا الكائن مقرها بباريس، بلغ عدد مترشحيها في هذا الامتحان 10 مترشحين. بالنسبة للأجانب المقيمين هنا والذين سيجتازون هذا الامتحان، بلغ عدد المترشحين 974، فيما بلغ عدد المترشحين ذوي الإعاقة البصرية 165 في هذا الامتحان. أما بذوي الاحتياجات الخاصة الإعاقة الحركية كاين 309 مترشحين في هذا الامتحان. بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط، فمعطياته هي كالتالي: إذا العدد الإجمالي لمترشحي امتحان شهادة التعليم المتوسط بعنوان 2019 بلغ 631395، منها 300381 ذكور بنسبة 47.73%، والإناث بلغ عددهم 330014 بنسبة 52.27%. بالرجوع كذلك أو مقارنة بالمعطيات الخاصة بدورة 2018، فهناك إضافة يعني تعدد 31530 مترشح، أي ما قوامه 5.25% كزيادة بالنسبة للسنة الفارطة. بالنسبة للمدارس الخاصة في هذا الامتحان، هناك 7299 مترشح منتسب إلى المدارس الخاصة، هناك 228 منتسبين إلى مدارس أشبال الأمة، هناك 28 بالنسبة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، هناك بالنسبة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد 16156،
هناك كذلك بالنسبة لمراكز إعادة التربية 4150 مترشح. بالنسبة للمترشحين الذين يجتازون أو الذين هم معنيون باللغة الأمازيغية عندنا 30863، الإعاقة البصرية عندنا 121، الإعاقة الحركية 170، المترشحون أجانب 764. بطبيعة الحال تعلمون أن هذا الامتحان امتحان شهادة التعليم المتوسط، له امتحانات مسبقة أو ما يسمى بالامتحانات المسبقة، هو يتعلق الأمر إما بالتربية الموسيقية أو التربية الفنية التشكيلية. العدد الإجمالي للمترشحين المعنيين بهذه بأحد هذين الخيارين هو 610633. عندنا 169411 بالنسبة للتربية الموسيقية بنسبة 27.74%، وعندنا 320279 بالنسبة للتربية الفنية التشكيلية بنسبة قدرت ب 52.45%. بالنسبة كذلك لمترشحين هذا الامتحان للتربية البدنية والرياضية أحرار، بلغ عدد المسجلين 20762، عدد المعنيين بالاختبار 11752، عدد المعفيين 9010 أي بنسبة 56.60%. إذن هذا بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط. بالنسبة للبكالوريا، فبلغ كما تعلمون عدد المترشحين 674831. واليوم إن تطرقت إلى هذه الإحصائيات لأعطي المزيد من الأرقام المميزة. إذن 674831 هو المجموع. بالنسبة للمتمدرسين يعني النظاميين هو العدد 411431 بنسبة 60.51%، فيما بلغ عدد الأحرار، عدد المترشحين الأحرار لامتحان شهادة البكالوريا دور 2019 بلغ 263400 أي بنسبة 45.28%. إذن بالنسبة إذا قارنا الأعداد كذلك حسب الجنس، ففي هذا العدد في عدد 674831 فعدد الإناث بلغ 368212، فيما بلغ عدد الذكور 306619 أي بنسبة 45.44%، فيما بلغ عدد نسبة الإناث بالنسبة لهذا الامتحان 54.56%. وهنا كذلك بلغ الفرق 34.617 أي بنسبة 4.88%. بالنسبة للمدارس الخاصة في هذا الامتحان، بلغ عدد المترشحين المدارس الخاصة في البكالوريا 4011، عدد مترشحي مدارس أشبال الأمة 551، عدد مترشحي المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا 23. بالنسبة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بلغ عدد المترشحين 54780، بالنسبة لمراكز إعادة التربية لامتحان شهادة البكالوريا بلغ كذلك العدد 3958، المعنيون باللغة الأمازيغية 27976، الإعاقة البصرية 204، الإعاقة الحركية 202، والأجانب 770. كلمة قصيرة بالنسبة للشعب، بالنسبة للبكالوريا، الشعبة الأولى التي تحوز على أكبر عدد من المترشحين كما تعلمون وكما عهدنا هي شعب العلوم التجريبية بتعداد، وأتكلم عن النظاميين لا أتكلم عن الأحرار، العدد هو 153311 أي بنسبة 37.26% من مجموع المترشحين النظاميين في هذا الامتحان. تليها في الرتبة الثانية شعبة الآداب والفلسفة بعدد 103255 بنسبة 25.10%. تليها في المرتبة الثالثة شعبة التسيير والاقتصاد ب 56898 أي بنسبة 13.83%. في النسبة الرابعة اللغات الأجنبية ب 11.63%. النسبة الخامسة هي شعب التقني الرياضي بالفروع تاعها، عندها 4 فروع اللي هي الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة الطرائق والهندسة المدنية، ثم في الأخير شعبة الرياضيات في الرتبة السادسة ب 12460 مترشح
ما قاومه 3.03% من مجموع المترشحين النظاميين لهذا الامتحان. بالنسبة للمعنيين بالتربية البدنية والرياضية، المعنيين بالاختبار 198,292، والمعفيين هم 65,108 مترشح. هذه إذن هي بعض المعطيات الخاصة بالمعطيات الرقمية الخاصة بهذا الامتحان. هنا فقط هناك بعض من المستجدات أقرها المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 12 ماي المنصرم، يعني سي دي ميزور كي اونتي تي بريز بار لو كونسي تاع المينيستيريال كي سي تونو لو 12 دو موا كولون، دون لوكال يا دو نوفيل ميزور بريز او بينيفيس دو كيلك كوش دو بارتيسيبون لورغانيزاسيون سيت اكزام. يعني كاين بعض من الاجراءات اذكر منها. على كل حال تعلمون ان هناك فريق يدخل للإشراف على طباعة المواضيع ويمكث هناك دون خروج ودون مغادرة، حتى في حالة قوى القاهرة لا يغادرون هذه الأمكنة. وأبدأ بالبكالوريا، البكالوريا في يوم 16 كما ذكرناه سابقا سيدخل فريق يتكون من 130 بين إطار وعامل ومفتش وكل الجماعة التي هي معنية بطبع إعادة قراءة وطبع المواضيع والإشراف على إرسالها إلى الوجهات، يعني الولايات وكذلك المراكز المتقدمة. بالنسبة لهؤلاء الذين كما قلت حدث في السابق وأن حتى كان هناك إطارات من الداخل الذين توفوا أحد ذويهم وأقربائهم ولم يغادروا ولم يأخذوا علم بهذا المصاب إلا بعد انتهاء الفترة، وهذه تضحية تحتسب لهم وأشكرهم بهذه المناسبة. ولن أكف عن الإشادة بما يقوم به هؤلاء الإطارات الوطنيون المخلصون الذين ينفقون مما لديهم من أخلاق ومن عمل ومن مجهود ومن كفاءة للقيام على أحسن ما يرام بهذا العمل. إذن هؤلاء تم التكفل بهم في السابق بإعادة الاعتبار للمنحة أو ما يسمى بالعلاوة التي تعطى لهم. تم كذلك بموجب هذا المرسوم بموجب هذا الاجتماع المنعقد يوم 12 الاجتماع الوزاري المشترك إعادة النظر في هذه العلاوة لتحفيزهم وكذلك لإعطائهم ما يستحقونه من مجهود. تم كذلك تعميم هذا الإجراء إلى أولئك الذين يقومون بنفس العمل بالنسبة لامتحان شهادة تعليم متوسط وكذلك بالنسبة لشهادة امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، هؤلاء الذين كانوا يقومون بهذا العمل دون مقابل، فتم النظر إليهم وتم تثمين مجهوداتهم. وهذا قرار تم اتخاذه من طرف السيد الوزير الأول أثناء الاجتماع الذي ذكرته. كذلك من الإجراءات الجديدة التي ستجسد إن شاء الله في هذه الامتحانات، تعلمون أنه هناك الإجراء وهناك تصحيح. الإجراء هو إجراء امتحان، عندنا يوم في الإكزامين سانكيام، عندنا 3 أيام بالنسبة للامتحان شهادة التعليم المتوسط، وعندنا 5 أيام بالنسبة للبكالوريا. وتعلمون كذلك أن المؤطرين لهذا الامتحان من حراس وأمانة وكل من له علاقة أو كل من يدور في فلك هذه الامتحانات في إجرائها هو يتم تعويضه، ولكن هذه التعويضات استلامها الحقيقي والحصول عليها وتحصيلها يتم بعد مرور مدة ليست بالقصيرة، وقد يذهب الأمر إلى 5 شهور 6 شهور حتى 7 شهور avec toutes les complications qui se posent au niveau des dossiers qui sont incomplets. des fois الناس تحط ملفات غير مكتملة وتتسبب في هذا العطل، يعني في هذا التأخر. إذن في أحسن ظروف كان هؤلاء يتقاضون حقوقهم يعني في مدة ربما أقول أنها طويلة، وبموجب هذا الإجراء المتخذ سيتقاضى هؤلاء ما يستحقونه ونظير ما يقومون به من عمل في هذه المراكز فور انتهاء الإجراء، نظير مما يقومون به. وكذلك كما يقال أتوا الأجراء أحقه قبل أن يجف عرقه، وهذا الإجراء ليس بالبسيط لأنه تسيره والقيام به وتجسيده يقتضي إجراءات قانونية، يقتضي تراخيص التي أعطى الموافقة السيد الوزير الأول عليها، وسنقوم بذلك لإكرام كل من يعمل في هذه الامتحانات واعتراف بجهده ومجهوداته. نفس الشيء رخص به كذلك بالنسبة لمراكز التصحيح. مراكز التصحيح للامتحان 3 كذلك هي
مدتها أطول من مراكز الإجراء، خاصة البكالوريا قد نذهب إلى مدة شهر ربما، والناس تنتهى في العمل تاعها، ولكن كذلك العلاوات هذه التقاضي العلاوات تحصيل هذه المستحقات يتم بعد مدة كذلك مدة 3 شهور 4، لأسباب كثيرة على كل حال لا يتسع المجال إلى ذكرها، أسباب تنظيمية، أسباب إدارية، أسباب تقنية، أسباب مالية، ولكن في هذه الدورة كذلك سيتقاضى هؤلاء مستحقاتهم بفضل التعليم المزداد، وكذلك بفضل التراخيص الممنوحة على مستوى وزارة المالية، وكذلك على مستوى أجهزة أخرى معنية ذات صلة بالموضوع، سيتقاضى هؤلاء مستحقاتهم فور الانتهاء من عملية التصحيح. هذا بالنسبة للمستجدات. كذلك الجديد، كانت هناك لفتة طيبة بالنسبة للمترشحين نزلاء المؤسسات العقابية. هؤلاء تعلمون أن سياسة الدولة الجزائرية هي سياسة تعتني كذلك بهذه الشريحة من المجتمع، وتعمل جاهدة لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد استنفاذ الأحكام والعقوبات التي سلطت عليهم بموجب أحكام قضائية. هؤلاء السابق كاين نوع من المترشحين وين لي يتم يسجل نفسه في امتحان البكالوريا، ثم بعد ذلك يحبس لسبب لآخر، يعني سجل بنمط عادي ثم تشاء الأقدار أن يذهب إلى السجن لسبب ما، وهذا في طبيعة الحال كان يصعب عليه وفي وقت معين وين يجي يصعب عليه الاجتياز الامتحان، وبالتالي فتم الذهاب بعيدا مع هذه الشريحة، بحيث حتى المتأخرين الذين يدخلون المؤسسات العقابية في وقت متأخرة بعد استكمال كل إجراءات البكالوريا وبعد غرق كل يعني القيام بكل إجراءات مع صعوبة إعادة الإجراءات وكذا، فسيتم التكفل بهم إلى آخر لحظة، وإلى غاية 8 ماي كان هناك عدد لا بأس بهم الذين تم يعني جو ديري سي دي كانديدا كي اونتي تي ريكوبيري بور لور بيرميتر دو باسي لو باكالوريا. اي حتى اولئك الذين يسرحون يعني يخلصوا العقوبه تاعهم ويخرجوا سيجتازون هذا الامتحان على مستوى المراكز التي كانوا هم نزلاء بها. هذا كذلك من المستجد اخر الذي اثمنه والذي قامت به وزاره الدفاع مشكوره، واحيي وزاره الدفاع على الاجراء يعني الهام جدا اللي يدخل في صميم تامين الامتحانات المدرسيه. هو نحن في الديوان الوطني للامتحانات المسابقات لدينا 9 فروع، فرعين فرع باتنا وفرع الجزائر هما فرعان اللي يتكفلوا بطباعه البكالوريا. الفروع الاخرى 7 فروع موزعه، هي فروع جهويه كل فرع يعتني بعدد معين من الولايات. هذه الفروع كذلك قامت وزاره الدفاع بتزويدها وبتجهيزها بالمشوشات ذات نوعية جيدة لحماية هذه حماية إلكترونية لهذه المراكز الجهوية التي هي تعنى بطباعة امتحان شهادة التعليم المتوسط وكذلك امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. إذن هذه ربما أهم المستجدات بالنسبة لهذه الدورة. بعد إذنكم وقبل أن أحيل الكلمة لكم، لأن الكلمة اليوم لكم وليست لي، لأنني أتشرف اليوم بالإجابة عن انشغالاتكم وتساؤلاتكم، لدي بعض التوصيات وكذلك بعض الكلام أريد أن أقوله للجمع الكريم، لأنني أعلم أهمية أدواركم، وكذلك أنتم مع أدواركم الإعلامية النبيلة كذلك يصغى لكم، وكذلك أنتم جهاز تحسيسي بامتياز، فأغتنم هذه الفرصة لأبلغ وأقول وأطمئن مترشحينا ومترشحاتنا وأوليائهم وكل المجتمع الجزائري بما يأتي من أمور بسيطة في الحقيقة. أولا أذكر بأن كل الإجراءات السابقة تم الحفاظ عليها، وأذكر منها نصف ساعة الإضافي بالنسبة للمترشحين الذي تم الحفاظ عليه، كذلك الموضوعين، يعني تعلمون أنه هناك بالنسبة لكل مادة لكل شعبة هناك موضوعين في نفس المادة يتم اختيار أحد الموضوعين من طرف المترشح، فتم الحفاظ كذلك على هذا المكسب. لكن هنا
أهيب بأبنائنا وبناتنا وبأوليائهم النصح هو أنه هذا الإجراء هو إجراء في فائدة المترشحين، لكن ما هو ملحوظ وما لاحظناه في الدورات السابقة هو أنه بعض من أبنائنا، والأمر طبيعي ومفهوم، وهو يكون هناك وقت يتم تضييعه في التردد وفي عدم أخذ قرار بالنسبة للمترشح للذهاب إلى هذا أو هذا الموضوع، وهذا أصبح في بعض الأحيان مدعاة إلى تضييع الوقت. فهنا لابد أقول لأبنائي وبناتي وكذلك للأولياء، لابد من تحسيس الأبناء على أنه هذه النصف ساعة اللي زدناها لابد من استغلالها أحسن استغلال لكي نختار الموضوع المناسب، ثم نمر مباشرة إلى العمل في هذا الموضوع، ولا نمضي قدما في الموضوع ثم نعود إلى موضوع آخر ونبقى في مد وجزر بين الموضوعين والوقت يمضي. فهذه ظاهرة وددت في هذا اللقاء الكريم أن أبلغها لأبنائنا ولكم كذلك لتساعدونا على التحسيس في هذا الجانب. كذلك تعلمون أنه تم تعديل رزنامة الاختبارات للثلاثي الثالث، وهذا لأسباب كثيرة، ومن أسبابها كذلك هو فسح المجال لأبنائنا وبناتنا لأعطاهم متسع من الوقت للقيام بالمراجعة وبالمطالعة والتحضير الجيد في طمأنينة وسكينة. اليوم اليوم رانا نصوم لو 13 14، اليوم رانا 14 شهر، دونك الامتحان سكون ابل ليكزامان بلون، امتحان تجريبي بالنسبه لكل مستويات الاختبارات، يعني في السنه الثالثه ثانوي وفي الرابعه متوسط وفي الخامسه ابتدائي. درنا رانا بدا من لو 12 تاع البكالوريا كومونسي دو 12 و 16، يعني بدا الامتحان، وهذا راح يفسح مجال باش نستراجع. واش قدرنا، ما هي الاسباب اللي خلتنا نقدر نهز هذا القرار؟ هو بعد الاطلاع على التقرير العام للمفتشيه العامه للبيداغوجيا التي قامت بعمل ممتاز واعطتنا صوره صادقه وواضحه ودقيقه مؤسسه بمؤسسه على مدى تقدم هذه البرامج. واعلمكم بانه في هذه السنه البرامج تقدمت في وتيرتها احسن من السنه الماضيه، وهذا نظرا لاسباب كثيره، منها استقرار السنه وكذلك منها تكتف جهود الجميع كل من زاويته كل فيما يعنيه، إلى أن وصلنا إلى هذه الوضعية المريحة. وبالتالي فهناك وقت كافي لأبنائنا للمراجعة ولتحضير الجيد للامتحان. كذلك مؤسستنا، لا يعني هذا أننا سنغلق مؤسستنا، بالعكس المؤسسات ستستمر في العمل وهي تعمل إلى نهاية السنة، النهاية الرسمية للسنة، والمؤسسات تبقى مفتوحة. الأنشطة الأخرى ستتواصل، وكل أنشطة بما في ذلك بيع الكتاب المدرسي، كذلك الأسبوع المدرسي، وكذلك كل رؤساء المؤسسات لهم هامش كبير من التصرف في هذا الوقت لفائدة التلميذ والتلميذ دون سواه. يبقى فقط أننا احتفظنا بامتحانات الاستدراك في يومي 23 و24، هذا للابتعاد على زخم الامتحانات المدرسية الوطنية، ولإعطاء كذلك، لأن الاستدراك معني به أبناؤنا من الذين لم يدركوا معدل النجاح، نعطيهم فرصة للمراجعة وكذلك نبعدهم على زخم الامتحانات المدرسية الوطنية لنكبر أو لنزيد من فرص نجاحهم مع أقرانهم. أمر آخر أريد أن نعطيه الأهمية اللازمة وهو مهم جدا، نظرا لهذا العمل الذي انجزته المفتشيه العامه للبيداغوجيا ونظرا لتقدم البرامج، وجدنا والحمد لله اريحيه كبيره. واستطيع اليوم ان اقول انه لن يمتحن احد في درس لم ياخذه، لان البرامج الى غايه انتهاء القيام بالامتحان التجريبي البرامج كلها مكتمله او ستكتمل عند تاريخ اجراء الامتحان. وبالتالي فبالنسبه لامتحان شهاده البكالوريا لن يمتحن أي مترشح في هذا الامتحان في درس لم يتلقاه أو لم يأخذه في سنته الدراسية. كذلك أنصح أبنائنا وبناتنا في هذا الامتحان وبعد الانتهاء منها امتحان تجريبي أن يقوموا بالتعرف على أماكن الاستدعاءات ستسلم لهم، سلمت الاستدعاءات تم سحبها ابتداء من يوم 9 بالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي.
بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، أدعو أبنائي المترشحين لا سيما البكالوريا إلى الذهاب والتعرف على مكان مركز الإجراء لكي تسهل عليهم مهمة الذهاب يعني والوصول سريعا، وكذلك لتفادي التأخر لهذا الامتحان. بالنسبة للتأخر كذلك أقول أن بالنسبة للبكالوريا الأبواب تفتح الساعة 7:30 صباحا وتفتح مساء على الساعة 2 صباحا. Les épreuves du baccalauréat de la matinée commenceront à 8h30. Celles de l'après-midi commenceront à 15h. Les centres ouvriront leurs portes, بالنسبة للصباح يحلوا الوحدة مع 7:30. من 7:30 ل 8 دخول حر تاع كل المترشحين. 8 تغلق أبواب المركز. ولكن كي تغلق هذوك التلاميذ راح يطلعوا للحجرات تاعهم يبداوا يستلموا الامور تاعهم الاوراق تاعهم بطاقات الهويه وكل الاجراءات المعموله اللي تعرفوها. من 8 إلى 8:30 اللي يجي يعتبر متاخر يدخل، يفتحوا له الباب يدخل، يسجلوه في روجيستر بلي باهي لي روتارداتير. 8:30 يبدا الامتحان، وكي يبدا الامتحان ما فيش دخول. هذا الاجراء درناه عملوا له تلقى ترحيب كبير وما طرح حتى اشكال. إذا عندنا نص ساعة تاع روتار تاع دو 8 أو 8:30، لا ميم شوز فور لابري ميدي، دونك لي زيبروف كومونسرون 15 على 3. المركز يفتح الزوج، من الزوج للزوج ونص سي تو الموند كي أكسيد أو سونتر. من الزوج ونص تغلق الأبواب على 2:30، من 2:30 للثالثة يدخل اللي يجي يتفضل يدخل، ولكن يدخل كمتأخر ويسجل اسمه كذلك لي في سجل المتاخرين ويجتاز الامتحان تاعو. كي تبدا 15 ليبروف بيرسون نو بو اكسيدي بو لي ريزون فو كونيسي، الاسباب التي تعرفونها، لانه هناك ما يسمى بنشر المواضيع عبر الريزوات. ما نقدروش حنا مترشح راهو برا والسوجي راهو برا، وبالتالي فهذه هي الاجراءات اللي تعرفوها واللي خذيناها ابتداء من العام الماضي واللي ادت ثمارها ولم تزعج احد. كذلك أذكر بالنسبة للمترشحين وأبنائنا الذين مازالوا ما داروش لي بيس ديدونتيتي تاعهم، وزارة الداخلية دارت إجراءات أثمنها وأحييها، يعني الإسراع في إصدار هذه الشهادات، وبالتالي فعبر هذا المجمع الكريم وأطلب من أبنائي وبناتي أن أولئك اللي مازالوا ما داروش لي كارد ديدونتيتي تاعهم بالنسبة للبكالوريا يديروها، والتسهيلات كلها موجودة على مستوى المصالح الخارجيه والمصالح المحليه لوزاره الداخليه. بالنسبه لشهاده التعليم المتوسط تعرفوا كذلك انه الدخول الى المركز راح يكون اما بشهاده بيس ديدونتيتي ناسيونال ولا بالبطاقه المدرسيه مؤشره من طرف المؤسسه تاع الدراسه تاعو. دونك اوصي كذلك بالوصول في الوقت لمراكز الاجراء. نعاود نذكر باجراء مهم ومهم جدا واللي قريت في يوم ما في جريده، ربما كان سوء فهم ولا ربما احنا ما فهمناش الناس مليح. بالنسبه للمترشحين ذوي الاحتياجات الخاصه، هؤلاء الذين يحوزون في ضمير التربيه وفي روح التربيه يحوزون مرتبه خاصه، ونعتني بهم، وكلما قمنا به بإزائهم نعتبر انفسنا لم نقم بما يجب القيام به، ونرى دوساس de nous occuper de cette frange de candidats qui est très sensible et dont la prise en charge nous tient à cœur. Donc, هذا كان اتخذ إجراء في السابق وأؤكد اليوم أن هذا الإجراء يبقى ساري مفعول، هو أنه هذه الشريحة المترشحين اللي ما ينجحوش في الامتحان تاع شهادة التعليم المتوسط أو شهادة التعليم نهاية التعليم الابتدائي، إذا ما داوش المعدل في الامتحانات نحسبوا لهم لا موين دو كونترول كونتينيو كما جرت العادة. ما نجحش نحسبوا له لا موين دو كونترول كونتينيو، إذا كان عنده فوق المعدل أو ما يفوقه بالنسبة ل التقويم المستمر فيعتبر ناجحا. إذا الإجراء أؤكد أنه لا يزال ساري مفعول وسيستفيد به أبناؤنا وبناتنا من هذه الشريحة الحساسة. هنا كذلك الإجراء تاع لا سانكيام اني بريمير، دونك امتحان نهاية التعليم الابتدائي، نعاود نذكر بأن أبنائنا يجتازون الامتحان في المؤسسات التعليمية تاعهم، وهذا تعلموا في السابق كانوا يجتازون في نفس ظروف البكالوريا. كانت لفتة طيبة لهؤلاء المترشحين
ولكن بضريبة صعبة شوية، يعني مكلفة بالنسبة للدولة، ولكن الدولة تحملت هذا على كل الجوانب، لا سيما الجوانب الأمنية. انتقلنا من 3200 مركز إلى 13874 مركز. علاش؟ باسكو لي نو زونفون باس اون بازاج اون اج دي ديكول بريمير باسيرون لور زيكزامان كوم لاني دانيير اي كوم لاني دافون باسيرون او نيفو دو لور ايتابليسمون دو سكولاريزاسيون دو سكولاريتي. هنا كذلك نقول بلي كاين عندنا مترشحين الذين هم مرضى. عندنا لحد الان مركزين في معلنه او منصبه في مؤسستين استشفائيتين. ها يعني هادو سي دي كونديدا اللي مرض وما يقدروش يخرجوا من السبيطار، درنا لهم مراكز تاع اجراء تما. لحد الان عندنا مركزين، يعني نديروا مركز اجراء بكامل المواصفات تاعو بطاقه تقنيه كل مركز الذي يكون خارج المستشفى، وسنتعاطى كذلك بالايجاب مع كل الحالات التي قد تصلنا في الاوقات القادمه. هنا برك كذلك اذا سمحتوا لي بالنسبه ل وانتم شفتوا ورانا كل اولياء اولادنا في الظاهره الاخيره هذه، يعني كي استعمال التكنولوجيات الحديثه هذه تكثف ولاو يتحكموا فيه ولاو يلجؤوا ليه كثير، ولاو نون سولمون يستعمل لبث المواضيع، ولكن ولات كذلك مصدر او سبب لتعب كبير لابنائنا اللي يسهروا يباتوا يسهروا يحوسوا على سوجي تاع البكالوريا في الانترنت، ومن بعد ما يرقدش والغدوه يروح الامتحان يرقد في القسم. هذه ظاهره كذلك لابد ان نتعاون، واهب بكم كوسائل اعلام التحسيس في هذا الامر، لانه ابنائنا يبحثون عن موضوع لن يجدوه ابدا، يبات يشوف في بعض الاحيان مع الاسف الشديد، يعني كان حتى كبار يتساعدوا مع هذا باش يحوسوا سوا ديزون على ان سوجي. في المحصله ما هي النتيجه؟ يبات يشوف حتى وغدوه عنده لي بروف دي باك، يبات يشوف 12 الوحده للزوج، غدوه الصباح يروح باش يدير الامتحان يرقد. وصارت لنا، واتكلم من يعني نتكلم من درايه ومن مصدر وليس يعني كملاحظه، ولكن هذه وقائع عشتها وشفتها وتاسفت لها وتالمت لها. وين المترشحين كي راح باش يفوت البكالوريا تاعو الحارس ينوض فيه هو راقد في الطبله. اذا هذه كذلك وجب التذكير اليها. قضيه الغش في البكالوريا، يعني نهضر على الغش الالكتروني، الغش الاخر هو عنده ما يحكمه من قوانين الاليات. يعني هذه ظاهره نتمنى ان شاء الله تزول من هذا القطاع وتزول من هذا يعني من مادتها من المؤسسات، يعني من مراكز تاع الاجراء تاعنا، لانه حتى التبعات تاعها حتى العقوبه تاعها عقوبه قاسيه. المترشح المتمدرس يدير 5 سنين ما يزيدش يقدر يعقب البكالوريا. Le candidat rebelle 10 ans, 5 ans, 10 ans, ça joue sur un avenir d'une personne, d'un citoyen algérien. Donc, Inch'Allah, nous avons donné tout ce que nous avons pu faire de nos décisions pour aider à tous et pour aider à tous les gens à la loudoul, à la loudoul, à la loudoul, à la loudoul, à la loudoul. Dans l'année dernière, le nombre de cas est 1700. 1700 حالة، ولكن للأسف الشديد في بعض الأحيان كاين تورط تاع جهات أخرى، يعني ولهذا لابد من حل. يعني الأوان أنه حتى هذا البكالوريا تفكير جاري في إعادة صياغته بشكل لا يدعو أو لا يذهب بالمترشح إلى البحث عن أجوبة في أمكنة أخرى. إذا هذا كذلك بودي أن نتعاون جميعا على الدحض وكذلك على إزالة هذه الظاهرة. بالنسبة لمحاربة استعمال كاين ثاني ظاهرة أخرى، وهنا كذلك كاين حاجة مذهبية نتعاون فيها، لابد خاصة وسائل الإعلام التي أحترمها كثيرا، لابد أن نميز ولابد أن نفرق ولابد أن نبعد هذا عن ذاك. هناك مصطلحين يكثر التداول عليهما في فترة الامتحانات، هي التسريب وهي النشر، لا فويت اي لا ديفوزيون. والامر يعني الفرق كبير وكبير وكبير جدا بيناتهم. تسريب امر خطير، تسريب كلمه خطيره ثقيله، تسريب خيانه، تسريب عجز على تسيير، تسريب. لكن تسريب وش هو التسريب؟ التسريب هو خروج الموضوع قبل خروجه العلني الرسمي في الاماكن الطبيعيه تاعو اللي هو مركز الاجراء.
هذا يعتبر تسريب. التوزيع ماهوش تسريب، ولكن النسخ ربما كذلك النشر. احنا بون دي سي لا ديفيزيون، سيتادير واحد في مركز تاع الاجراء كيفتح رئيس المركز هذاك السوجي، واحد الله يهديه ولا وحده ولا اي كان يضرب فيها التصويره ويبعث، والناس قاعده تزرب باش تخرجوا بوقت يكون قريب، وقريب جدا من الوقت تاع انطلاق، ليوحى للجميع وللايحاء للجميع بانه تسريب. وانا اعلم انني اتحدث مع اناس يعني عندهم مصداقيه، وبالتالي فايل فو في لا بار دي شوز. اللي يحدث الان انه هناك في وموش غير تلاميذ، هناك من يروح كي كونت كومونس لا ديستريبيسيون دو سوجي، وصلنا وين ا 13 مينوت ا 10 مينوت ا 7 مينوت كي الموضوع عبر. هذا نشر، هذا نسخ ما يضرش بالمصداقيه تاع الامتحان، لكن يدير تشويش ويشوش ابنائنا، يشوش لهم العقليه يبقى يسعى. على هذا كنا نحكيو على الوتار فوي ان بو الاخر. الاجراءات احنا من الاول كانت اجراءات كبيره اتخذناها مدت نتائج ممتازه، اجراءات ردعيه لهذه السلوكات. كان هناك هيئه استحدثت يعني عندها سنتين، بفضل هذه الهيئه، بفضل جهات الاسلاك الامنيه على اختلاف تشكيلتها، هذه الهيئه تابعه لوزاره العدل، كذلك بمعية وزارة الداخلية، الأسلاك الأمنية، كل هذه يشير لي زميلي الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها. هل هي هي هيئة موضوعة تحت وصاية وزارة العدل، وهي تنشط يعني وزادت يعني الشيء اللي دعمت الدور تاعها، أنه كان هناك شهور قانوني في السابق زودت بالادوات القانونيه التشريعيه اللي تسمح لها باش تنشط، وكاين تنسيق مستمر على مدى 24 ساعه اثناء اجراء امتحانات لا سيما البكالوريا للذهاب الى حد لو روبيراج، التشخيص، لا لوكاليزاسيون تاع لا بيرسون كي اون طون ريال كي اون تران دو فير دي ديفيزيون. وحصل في السنه الماضيه وانتم على علم كما انا على علم انه حدث وين اناس تم يعني اون مي لا مسيو لي زيبول دي جون في الوقت وفي المكان قبل ما يغادروه، تحكموا ناس اللي كانوا يبثوا في هذو، والعداله خذت مجراها وتم تطبيق قانون عليهم. وبالتالي هذه وسيله فعاله وفعاله جدا، والتي سنفعلها اكثر واكثر في هذه الدوره. وكل من يقوم باجراء كهذا ستطبق عليه القوانين السريه المفعول. وسا يعني حنا شفنا عملوا كي شافوا بون لي جون كي سون لي زاماتور دو سي براتيك، الناس اللي يديروا فيها السلوكات، كي شافوا بلي باعت الناس انتربولي او ميم في نفس الحجرات. كاين تلاميذ اللي داروا دي ديفيزيون اللي في الحجره، هو في الحجره هو راح لرئيس المركز. لان لماذا؟ لان كاين اتصال، كاين تعرف على لادريس الكترونيك، كاين تعرف على الشخص، تعرف على المركز، تعرف على المكان. وبالتالي ادعو ابنائي وبناتي الانصراف على هذه السلوكات، يعني والعمل بجد وجديه للنجاح، النجاح النظيف والشريف الذي يامل اليه الجميع. وعلى كل حال عام الاول السنه الماضيه تراجعت بشكل كبير ومحسوس ومشكور ومحمود هذه السلوكات، ونتمنى ان شاء الله ان يكون الحال كذلك بالنسبه لهذه السنه. في الاخير على كل حال اقول اعود لاؤكد بان كل الاجراءات اتخذت. أعود كذلك لأشكر أمامكم كل الدوائر الوزارية وكل الجهات الأمنية التي شاركت بل وعملت بفعالية لتأمين هذه الامتحانات وتحضيرها معنا في شكل وفي شكلها ومضمونها بشكل جيد. وكذلك أعود لأطمئن كآخر كلمة قبل أن أحيل الكلمة لكم، لأطمئن أبنائنا المترشحين وبناتنا المترشحات وكذلك الأولياء. تعلمون ان عدد المترشحين لهذه الامتحانات هو فاق المليونين، يعني اكثر من مليونين و113 الف، يعني اكثر من ربع تلاميذ في المنظومه التربويه الجزائريه، وما من ورائهم من اولياء بالملايين، انه المجتمع الجزائري. وبالتالي فاطمئن الجميع واقول ان الدوله قامت بما يجب القيام به لتامين هذه الامتحانات، وكذلك لضمان جو
سيكون إن شاء الله فرحة وطمأنينة لأبنائنا وبناتنا ولكل المجتمع الجزائري، وشكرا لكم. إذا سي شرفي تفضل. سفيان ولا تقول شكون؟ خدمي نفسك واعطينا السؤال. السلام عليكم. بنصور فاليا صحفي من قناة الهوكار. إذا عندي سؤال، يعني هل هناك استراتيجية فيما يخص يعني كملاحظة أن تلاميذ الأقسام النهائية نشوفهم بأنهم يغيبوا كثيراً في الفصول، يقول لك أنا ما يهمنيش، يهمني البكالوريا، ما يهمنيش الاختبارات وإلا يعني الفروض وإلا في الفصل الأول والثاني. إذاً هل هناك استراتيجية حتى نخلي أولادنا أنهم يحضروا للدروس حتى في آخر السنة، أنهم يقوموا يعني بالتحضير لها جيداً؟ وهل هناك يعني الأخذ بالاعتبار للتلاميذ اللي هم نجباء في الفصول، يعني ما يحالفهمش الحظ في آخر السنة؟ هل هناك استراتيجية يعني جديدة حتى نخليو هذا التلميذ يكون عندها الحظ في النجاح؟ هذا هو سؤال. شكرا. السلام عليكم، نوال زايد من جدة النهار. معالي الوزير، تحدثت عن علاوات في منح المؤطرين يعني خاصة بالبكالوريا ومنها التعليم الابتدائي والمتوسط، لدينا تعطينا تفاصيل أكثر يعني شحال تبلغ هذه النسبة؟ وذلك بما يخص الأساتذة المصححين في البكالوريا في المستويات الأخرى، هل سيتم زيادة قيمة الورقة الواحدة معالي الوزير؟ شكرا. Deux questions, monsieur le ministre. L'internet, est-ce qu'il sera occupé ou pas? Et il y a des parents d'élèves qui demandent, je ne sais pas, une deuxième session. Est-ce que c'est possible? Merci. Merci. معالي الوزير، تفضل. سؤال خاص بذوي الاحتياجات الخاصه. قلت هناك قدمي نفسك مدام معالي احلام بوزاري قناه البلاد. قلتم هناك عنايه خاصه بذوي الاحتياجات الخاصه، لكن في كل مره يعني في دوره امتحان البكالوريا نشوفوا جمعيات وكذا اولياء تلاميذ يشكوا، يقول لك ما كاش مابا يعني استاذ او مختص يفهمهم في السؤال، خاصة الصم والبكم عندهم بزاف إشكال في هذا السياق. هل سيتم ربما إدراج ربما أساتذة مختصين ليفهموهم في المواضيع؟ شكرا. إذا شكرا على هذه الأسئلة المهمة. بالنسبة لقناة الهوكار، يعني في الحقيقة
نأكد كلامك صحيح، ما تفضلت به أختي الفضيلة هو صحيح، وأنه كاين ظاهرة مغادرة مقاعد الدراسة، لأنه المترشح يأخذ في الحسبان أنه في آخر المطاف يهمه البكالوريا. إلى غاية هذه السنة كانت هناك إجراءات بيداغوجية وكانت هناك مجهودات للاحتفاظ أو لجعل هذا التلميذ أو المترشح يبقى في المدرسة، لكن أطمئنك شطري السؤال تاعك الجواب تاعهم هو نفس الجواب. تعلمون أن امتحان شهادة البكالوريا الآن نحن بصدد إعادة النظر في تنظيمه، في آلية تنظيمه، في مدته، في كيفية القيام به. ومن بين أهم الأبعاد التي ستأخذ بها الاعتبار في هذا الامتحان هي التقويم المستمر. يعني في المستقبل لما يتم اعتماد، لما تنتهي عملية إثراء ومناقشة هذا المشروع، يعود المعدل تاع البكالوريا موش معدل غير يوم الامتحان، لكن تأخذ العلامات التقييم المستمر تاع السنوات الثلاث في هذا. ربما مازال يعني بالتفصيل مازال الامور مش محسومه، لكن راح نروح لهذا لاسباب كثيره، وتفضلتي لاسباب، هذه احد الاسباب وليست كلها. يعني اولا هذا يسمح لانه المترشح ما يغادرش المقعد الى اخر يوم. اثنين، هذ الممتازين الذين تحدثت عنهم مشكوره، والذي لسوء الحظ او لسوء يعني والله لقضاء او لقدر يوم الامتحان يصاب بمرض او يصاب بشيء يمنحه على اجتياز الامتحان، هذه كذلك ستتم ربما التكفل بها ومعالجتها في هذه الاطر التي تكلمت عنها. بالنسبه لقناه النهار المحترمه، وين سالتني زميله اخت على لي زوغمونطاسيون، على كل حال هذو اللي تاع البكالوريا كاينه اضافه ما نقدرش انا نتحدث عليها حتى باسكو فيها مرسوم صميم مداومه الى اخره، اذا فيها اضافه اللي يعني كعرفان واعتراف بما يقوم به هؤلاء. بالنسبه للامتحان شهاده التعليم المتوسط والامتحان تاع نهايه مرحله الابتدائي، اقول لك اختي الكريمه ان هؤلاء كانوا في سابق ما يدي والو، ولهذا تم يعني النظر اليهم لكي يتقاضون على عمل يقومون به خارج الاعمال الرسميه تاعهم وعمل اضافي، وبالتالي هذا يبدو لي منطقي. اما على المبالغ ليست بحوزتي الان، ولكن كي يوصل وقتها تسمعوها ان شاء الله. السؤال تاع لوريزون، لا كيسيون دو لوريزون، دونك لا كوبور دالانترنيت اي لا دوزيام سيسيون. تري بيان. Anna, j'avais parlé de mesures avec l'organe de lutte et de prévention contre la cybercriminalité. C'est un organe qui, donc, c'est un organe qui travaille. C'est un organe administratif lié au ministère de la Justice, qui est doté de beaucoup de pouvoirs, yani, pour intervenir en temps réel et pour et qui est dérogé pour يعني pour l'identification des intervenants, pour l'intervention en temps réel auprès au niveau des centres de déroulement. Donc nous allons plutôt aller vers la répression de cette pratique au niveau des centres de déroulement par le dépistage, par le repérage des gens qui observent ces comportements à l'intérieur de nos centres de déroulement. Pour la deuxième session, au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons pas l'opportunité de cette deuxième session dès lors que les programmes sont avancés. Et je disais tout à l'heure qu'ils étaient bien avancés, bien même que l'année dernière. Et donc, il n'y a pas de raison, parce qu'une deuxième session, ça mobilise toute une société. Ça va retenir l'encadrement pendant l'été pour travailler. Ça va lasser tout l'encadrement, avec une rentrée qui attend tout le monde et qui attend à ce que tout le monde revienne à l'école avec une sérénité et un repos consommé. Donc l'un dans l'autre, je pense que pour le moment, l'opportunité de l'organisation d'une deuxième session n'est pas à l'ordre du jour.
Et est-ce que c'est le ministère d'éducation qui peut vous répondre sur ça? Non, ça, je vous ai répondu uniquement sur les mesures déjà concrètes et envisageables et autorisées. Maintenant, l'Internet, nous connaissons tous la complication de la coupure de l'Internet. Personne ne nie que couper l'Internet est problématique. Sauf que ça, cette mesure, pour le moment, je ne saurais vous dire sur cette mesure parce que, premièrement, même si décision il y a, elle ne sera prise dans ces délais. Donc c'est les jours à venir et maintenant nous, on va se contenter des mesures autorisées, des mesures qui nous sont autorisées par qui de droit pour aller dans le sens. Et croyez-moi, je l'avais dit tout à l'heure, c'est des mesures qui ont payé, qui ont donné de bons résultats. L'année dernière, on avait des candidats qui diffusaient des sujets depuis les centres de déroulement. Ils étaient interpellés dans la même salle, dans le même centre, à quelques minutes de la diffusion. Donc nous optons pour le moment pour ces solutions. S'il y a d'autres mesures, vous serez informés le moment venu. Et je vous remercie. البلاد سؤال محترم ونشكر البلاد. الاحتياجات الخاصة سيفري كاين إجراءات يتم يعني القيام بها وهي موجودة في الدليل تاع تنظيم الامتحانات الثلاث، الدليل اللي داروا الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر للندوة الصحفية لوزير التربية عبد الحكيم بالعبد الذي تحدث عن جملة من الإجراءات الخاصة بالامتحانات المدرسية.